السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. إكزاميد أقراص لإضرار البول وعلاج ضغط الدم المرتفع، وهو من الأدوية التي تستخدم في علاج الوزمة أو ما يعرف باسم التورم أو الفشل في وظائف القلب والكلى والكبد والحالات المصاحبة بزيادة المياه في الجسم. ومن الممكن أن يتم استخدامه بمفرده أو مع بعض الأدوية الأخرى لعلاج العديد من حالات ارتفاع ضغط الدم. دواء استعمال دواء إكزاميد أقراص. يستخدم دواء إكزاميد في علاج ارتفاع ضغط الدم. يتم استعمال الدواء في علاج فشل القلب الاحتقاني، ويستخدم في علاج الأمراض الخاصة بالكلى، ويتم استعماله في علاج العديد من مرضى الكبد، ويستخدم الدواء من ضمن مضرات البول، وهذا يكون في حالات الفشل الكبدي لم تتم دراسته بصورة مرضية. لابد من ضبط الجرعة لجميع كبار السن، وهذا يكون بناء على السن فقط. الجرعة وطريقة استعمال دواء إكزاميد. تكون الجرعة في حالة فشل القلب الاحتقاني من 10 ملغرام مرة واحدة يوميا. الفشل الكلوي المزمن تكون الجرعة فيه من 20 ملغرام مرة واحدة يوميا. التليف الكبدي تكون 5 ملغرام ل10 ملغرام بالوريد يوميا مع مضادات مستقبلات أو مضرات البول وهي الحافظة للبوتاسيوم. أما في حالة ضغط الدم الأساسي تكون الجرعة 5 ملغرام يوميا، ويظهر التأثير الخاص بها من 4 ل6 أسابيع، وهي التي تصل إلى 12 أسبوع ولا تظهر الدوخة وعند التوقف كنتيجة لانخفاض ضغط الدم. الآثار الجانبية للدواء. من الممكن أن يحدث العديد من الآثار الجانبية، ومنها الصداع في الرأس، وجود حالة من الدوخة الشديدة لدى المريض، التهابات مخاطية في الأنف، فقد في القوة، وهذا ما يحدث الدواء في بعض الأوقات. وأيضا من الممكن أن يحدث سعال وإسهال للمريض. يحدث العديد من حالات الإمساك والغثيان في العديد من الأنحاء المتعددة. أيضا يحدث حالة من ألم المفاصل وسوء الهضم، وهذه الحالات التي توجد لبعض المرضى من الدواء. ارتفاع معدل السكر. يصيب المريض بالنقرس. انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم. يشعر المريض بالعطش ويخفض في حجم الدم في الجسم. نزيف المريء وعسر الهضم. الاحتياطات وموانع استخدام دواء إكزاميد أقراص. يتم منع استخدام الدواء لمن لديهم حساسية مفرطة من جميع مكونات الدواء أو المكونات الأساسية للدواء. من يعانون من انقطاع البول أو الحساسية من التوريسميد أو الحساسية للسلفونيميدات، لابد من استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء واستخدامه وتناوله. يتم منع استخدام الدواء للحوامل والمرضعات الذين يريدون تناول الدواء قبل استشارة الطبيب، وهذا بسبب العديد من المشكلات التي تأتي للمرأة الحامل أو المرضعات. التفاعلات الدوائية لدواء إكزاميد أقراص مع الأدوية الأخرى. في حالات المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومن الممكن أن يتم تناول إكزاميد مع مغلقات بيتا، مثبطات إنزيم إنجيوتنسين، مغلقات قناة الكالسيوم، ويستخدم في حالات المرضى الذين يعانون من فشل عضلة القلب، ومن الممكن أن يتم تناول إكزاميد مع ديجيتالس، جلايكوزيد، النيترات، وذلك يكون بدون ظهور أي آثار جانبية غير متوقعة وغير معروفة. دواء إكزاميد لا يؤثر على جلايبيوريد أو وارفارين من حيث الارتباط بالبروتين. لا يؤثر على عمل فينوبروكومين أو دايكوكسين أو كارفيدولول. يقلل من تصفية سبيرونولاكتون. وفي حالة استخدام الدواء مع الجرعات العالية من السلسلات، وهي التي تظهر العديد من الأعراض الجانبية للسلسلات. أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. ادعم القناة واضغط لايك.